وسهلا بكم. اليوم رح نرسم على التيبل لام. ترى شوفوا شقد حلو. رسالتي الى كل ام بيت معدله مرتبه تحب تحط فتاتش بسيط على بيتها، تتبع هذه الخطوات. خطوات جدا بسيطه وغير مكلفه وسهله. ابقي وياي واني اعلمك. ويو كان دو ات، رح تعمليها. أني متأكدة راح تقدري تعمليها. بالمناسبة ما يفوتني ذكر أنه أنا دائما من أوجه كلامي أوجه الأم البيت للفنانة للمعدلة. لازم نقدم كل احترامنا للرجال، لأن الرجال جدا فنانين. مثل ما تشوفون حضرت فالتشكيلة بسيطة للتيبل لام لهذا اليوم بالذات. راح أشتغل وياكم هذا التيبل لام. هسه أفتح اللايت، شوفوا كلش حلو، ألوانه بسيطة جذابة راقية جدا. بلشت بالأوتلاين وبعدها لونته، واختاريت تكون الالوان الجولد والبنفسجي، الذهبي والبنفسجي. راح امشي وياكم خطوه بخطوه شلون رسمنا على هذا التيبل لام. ناخذ التيبل لام نفتحه من الباكيت مالته من الكرتونه، نشيل عنه البلاستيك، نشيل من عند الواير والقاعده مال الضوء، نتاكد ان الزجاج مالته ما مكسور ما مثلوم ما بي مشكله من المصنع. ممتاز، كل شيء تمام. نجيب الاوتلاين مالتنا نحضره، راح نستعمل بابيو الجولد. حضرنا ديزاين بسيط لغصن ورده معينه. نحط الورقه مالت الديزاين اللي خططناه بداخل التيبل لام ونبدي بعمليه تريس، ونسحب الورقه وهياتنا سوينا جهتين سوا. لما تنشف الجهه نبلش بالالوان. استعملنا لون البنفسجي الفيتريال الشفاف، واستعملنا لون الجولد المون من بابيو ايضا. هذول اثنيناتهم لما ينمزجوا راح يكونوا في التكنيك جدا جميل، لان راح يتفاعلوا هذول اللونين مع بعض. كملنا الجهة الاولى، نبلش بالجهة الثانية. ومثل ما تعودتوا علي أني أستعمل السايد الثاني من الفرشاية. أنا مدمنة أنطي أي شانس لشعرات الفرشة تتساقط بألوان الزجاج. مثل ما تعرفوا الرسم على الزجاج جدا حساس. خلصنا جهتين، نتفحصهم نتأكد نشفوا تمام. نبلش بالجهة الأخيرة وهي الثالثة. نحط الديزاين مالتنا ونبلش بعملية التريس. ننتظر عليه شوية ينشف، نتأكد أنه نشف، نبلش بعملية التلوين. تمام، هذا التكنيك اسمه وات ان وات تكنيك، انه هذا اللون مبلول وهذا اللون مبلول قبل لا ينشف نخليهم ينمزجوا مع بعض ويكونوا في التكنيك جدا جميل. فتكون كل وردة من عندهم هي فريدة من شكلها، يونيك. بهالطريقة تقريبا كمل ويانا التيبل لام الجميل مالتنا، اللي طبعا أتمنى أن ينال إعجابكم. مثل ما تشوفون بعد أن نشفت الألوان هالشكل صار شكلهم. أتمنى أن يكون عجبكم هذا الفيديو.